بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة رحمهم الله أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق فصلى فيه ركعتين وقال علقمة: اللهم ارزقني جليسا صالحا. هكذا كان السلف يجالسون الصالحين ويبتعدون عن مجالسة الفاسقين. اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلس إلى أبي الدرداء، استجاب الله دعاءه، فجلس إلى أبي الدرداء الصحابي رضي الله عنه، فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: كيف؟ سمعت ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود، لقبه ابن أم عبد، هذا لقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. كيف سمعت ابن أم عبد يقرأ: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قال علقمة: والذكر والأنثى. هذه قراءة عبد الله بن مسعود ومن معه رضي الله عنه، والقراءة الموجودة في المصحف: وما خلق الذكر والأنثى. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لقد سمعتها، أي هذه القراءة، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال هؤلاء حتى شككوني. ثم قال: ألم يكن فيكم صاحب الوساد، أي الذي يحمل وسادة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وصاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره، وهو حذيفة رضي الله عنه، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء بعض المنافقين وأمره أن يكتم ذلك، وليس هناك سر في أمور الشريعة، إنما هذا في بعض أسماء المنافقين حتى لا يكون هناك فتن. والذي أجير من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمار ابن ياسر رضي الله عنه. قال المعلق: وتكملة الحديث: وصاحب الوساد ابن مسعود رضي الله عنه، وصاحب السر حذيفة رضي الله عنه، والذي أجير من الشيطان عمار رضي الله عنه، رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. وقد رواه البخاري هاهنا ومسلم رحمهم الله من طريق الأعمش عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه على أبي الدرداء رضي الله عنه فطلبهم فوجدهم فقال: أيكم يقرأ على قراءة عبد الله، أي ابن مسعود رضي الله عنه؟ قالوا: كلنا. قال: أيكم أحفظ؟
وأشاروا إلى علقمة رحمهم الله، فقال: كيف سمعته يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال: والذكر والأنثى. قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا، وهؤلاء يريدوني أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى، والله لا أتابعهم. على كل حال، الرسول قرأ هكذا وقرأ هكذا، هذا لفظ البخاري، هكذا قرأ ذلك ابن مسعود وأبو الدرداء رضي الله عنهم رضي الله عنهما، ورفعه أبو الدرداء. وأما الجمهور فقرأوا ذلك كما هو مثبت في المصحف الإمام العثماني في سائر الآفاق، حينما جمع عثمان رضي الله عنه المصحف وجعلها على حرف واحد قطعاً للنزاع رضي الله عنه. وما خلق الذكر والأنثى، فأقسم تعالى بالليل إذا يغشى، الله سبحانه يقسم بما يشاء لأن ذلك من دلائل قدرته. أقسم بالليل إذا يغشى، أي إذا غشي الخليقة بظلامه، أي إذا غشي العباد بظلامه، والنهار إذا تجلى، أي بضيائه وإشراقه. وما خلق الذكر والأنثى، كقوله: وخلقناكم أزواجا، وكقوله: ومن كل شيء خلقنا زوجين. ولما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة، كان القسم عليه أيضاً متضاداً، ولهذا قال تعالى: إن سعيكم لشتى، إن أعمالكم مختلفة أيها العباد، أي أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضاً ومتخالفة، فمن فاعل خيراً ومن فاعل شراً. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى، أي أعطى ما أمر بإخراجه من الزكاة والنفقات الواجبة، واتقى الله في أموره، امتثل الأوامر واجتنب النواهي، وصدق بالحسنى، أي بالمجازات على ذلك. قاله قتادة رحمه الله، وقال خصيف: بالثواب، أي صدق بثواب الله تعالى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وأبو صالح وزيد بن أسلم رحمهم الله: وصدق بالحسنى، أي بالخلف، يعني أن الله يخلف عليه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو خير الرازقين جل وعلا. وقال أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك رحمهم الله: وصدق بالحسنى، أي بلا إله إلا الله، كفر بالمعبودات الباطلة كلها، وآمن بالله ووحده جل جلاله. وفي رواية عن عكرمة رحمه الله: وصدق بالحسنى، أي بما أنعم الله عليه. وفي رواية عن زيد بن أسلم رحمه الله: وصدق بالحسنى، قال: الصلاة والزكاة والصوم. وقال مرة: وصدقة الفطر، لأن صدقة الفطر فرض على كل مسلم، ذكر وأنثى وحر وعبد وصغير وكبير، تخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، عيد الفطر، صاع عن كل نفس. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا زهير بن محمد، حدثني من سمع أبا العالية الرياحي ولم يذكر اسمه، يحدث عن أبي بن كعب رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسنى، وصدق بالحسنى،
قال: الحسنى الجنة، أي آمن بالجنة لمن اتقى الله. وقوله تعالى: فسنيسره لليسرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني للخير الذي أعطى واتقى وصدق بالحسنى الله تعالى ييسر له الخير. اللهم يسر لنا اليسرى يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال زيد بن أسلم رحمه الله: يعني للجنة، فسنيسره لليسرى يعني للجنة. وقال بعض السلف رحمهم الله: من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، إذا عملت حسنة وتقبلها الله يوفقك لحسنة أخرى. اللهم وفقنا للحسنات وتقبل منا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ومن جزاء السيئة السيئة بعدها، نعوذ بالله، إذا عملت معصية فإنها تتولد المعاصي والعياذ بالله. ولهذا قال تعالى: وأما من بخل، أي بما عنده، منع الزكاة ومنع النفقات الواجبة واستغنى. قال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي بخل بماله واستغنى عن ربه عز وجل. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. وكذب بالحسنى، أي بالجزاء في الدار الآخرة. فسنيسره للعسرى، الذي بخل وكذب بالحسنى واستغنى يسر لعمل الشر والعياذ بالله. فسنيسره للعسرى، أي لطريق الشر، نعوذ بالله. فعلينا أن نسلك طريق الخير، اللهم وفقنا لذلك، ونبتعد عن طريق الشر عياذا بالله. كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، عياذا بالله. والآيات في هذا المعنى كثيرة، دالة على أن الله عز وجل يجازي من قصد الخير بالتوفيق له، ومن قصد الشر بالخذلان، وكل ذلك بقدر مقدر. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة. رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا علي بن عياش، حدثني العطاف بن خالد، حدثني رجل من أهل البصرة لم يذكر اسمه، عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه قال: سمعت أبي يذكر أن أباه سمع أبا بكر رضي الله عنه وهو يقول: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنعمل على ما فرغ منه أو على أمر مؤتنف، يعني شيء قد كتب وقدر، أو شيء يكتب بعد عملنا؟ قال: بل على أمر قد فرغ منه. الله تعالى علم جميع الأشياء وكتبها، كل شيء قد كتب وقدر. قال: ففيما العمل يا رسول الله؟ إذا كان كل شيء قد كتب ففيما العمل؟ قال: كل ميسر لما خلق له. الذي كتب سعيدا ربنا ييسر له طريق السعادة. اللهم يسر لنا كل خير، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فعلينا أن نسلك طريق الخير، ونتوب إلى الله، ونحذر طريق الشر. الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده. رواية علي رضي الله عنه
قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد، مقبرة المدينة، في جنازة، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ يعني نتكل على ما قد كتب. فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إلى قوله: للعسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اللهم يسر لنا طريق الجنة وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات، فعلينا أن نسلك طريق الخير ونبتعد عن طريق الشر. اللهم يسر لنا اليسرى وجنبنا العسرى يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وكذا رواه من طريق شعبة ووكيع عن الأعمش بنحوه. ثم رواه عن عثمان ابن أبي شيبة، عن جرير، عن منصور، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله، ومعه مخصرة أي عود، فنكس أي أطأطأ رأسه، فجعل ينكث بمخصرته، يعني يدق الأرض بأعوى العود الذي بيده. ثم قال: ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى أهل الشقاء. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أهل السعادة فسيسرون لعمل أهل السعادة. اللهم يسر لنا عمل السعادة وأهلنا وأولادنا والمسلمين، وأما أهل الشقاء فييسرون إلى عمل أهل الشقاء، نعوذ بالله من ذلك. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، الآية. فعلينا أن نسلك طريق الخير ونتوب إلى الله ونحذر الشر. وقد أخرجه بقية الجماعة رحمهم الله من طرق عن سعد بن عبيدة به رحمهم الله. رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا شعبة، عن عاصم ابن عبيد الله قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل فيه؟ أفي أمر قد فرغ أو مبتدأ أو مبتدع؟ قال: فيما قد فرغ منه، فاعمل يا ابن الخطاب، فإن كلا ميسر، أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، اللهم اجعلنا سعداء، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء، اللهم جنبنا الشقاء يا رب العالمين. ورواه الترمذي رحمه الله في القدر عن بندار عن ابن مهدي به رحمهم الله، وقال: حسن صحيح. حديث آخر من رواية جابر رضي الله عنه قال ابن جرير رحمه الله: حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أنعمل
لأمر قد فرغ منه، يعني قد كتب وقدر، أو لأمر نستأنفه؟ فقال: لأمر قد فرغ منه. فقال سراقة رضي الله عنه: ففيما العمل إذن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عامل ميسر لعمله. اللهم يسر لنا طريق السعادة برحمتك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ورواه مسلم رحمه الله عن أبي الطاهر عن ابن وهب به. حديث آخر قال ابن جرير رحمه الله: حدثني يونس، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق بن حبيب عن بشير بن كعب العدوي قال: سأل غلامان شابان النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنعمل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ يعني قد كتب والمقادير نشفت. قال: أو في شيء يستأنف، يعني يكتب بعدما نعمل. فقال: بل فيما جفت به الأقلام، الأقلام كتبت ويبست وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا، فكل عامل ميسر لعمله الذي خلق له. قال: فالآن نجد ونعمل. فعلينا أن نسلك طريق السعادة ونتوب إلى الله ونحذر المعاصي. اللهم اجعلنا سعداء برحمتك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. رواية أبي الدرداء رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هيثم بن خارجة، حدثنا أبو الربيع سليمان بن عتبة السلمي عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل؟ أمر قد فرغ منه أم شيء نستأنفه؟ قال: بل أمر قد فرغ منه. قالوا: فكيف بالعمل يا رسول الله؟ قال: كل امرئ مهيأ لما خلق له. اللهم وفقنا لصالح الأعمال، واغفر لنا وارحمنا، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. تفرد به أحمد رحمه الله من هذا الوجه. حديث آخر قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا الحسن ابن سلمة ابن أبي كبشة، حدثنا عبد الملك ابن عمرو، حدثنا عباد بن راشد عن قتادة، حدثني خليد العصري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم غربت فيه شمسه إلا وبجنبتيها ملكان عليهم السلام يناديان بصوت يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين، أي إلا الإنس والجن: اللهم أعطي منفقا خلفا، أي خلف عليه. والآخر يقول: وأعطي ممسكا تلفا، فأنفق يا عبد الله فيما يقربك إلى الله ولا تبخل. وأنزل الله في ذلك القرآن: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله عن أبيه عن ابن أبي كبشة رحمهم الله بإسناده مثله. حديث آخر قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثني أبو عبد الله الطهراني، حدثنا حفص بن عمر العداني، حدثنا الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً كان له نخل، ومنها نخلة فرعها إلى دار رجل صالح فقير ذي عيال، نخلة من نخلاته فرعها طرف منها يتدلى على دار رجل صالح فقير ذي عيال، فإذا جاء الرجل فدخل داره
وأخذ الثمر من نخلته فتسقط الثمرة، تسقط ثمرة منها، فيأخذها الصبيان الفقير، فنزل فينزل هذا الرجل من نخلته فنزع الثمرة من أيديهم، من أيدي الأطفال الفقراء، وإن أدخل أحدهم الثمرة في فمه أدخل أصبعه في حلق الغلام ونزع الثمرة من حلقه. أعوذ بالله، أعوذ بالله. فشكى ذلك الرجل الفقير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما هو فيه من صاحب النخلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب. ولقي النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النخلة، أي هذا البخيل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطني نخلتك التي فرعها في دار فلان، ولك بها نخلة في الجنة. الله يعطيك نخلة في الجنة. فقال ذلك البخيل، فقال له: لقد أعطيت ولكن يعجبني ثمرها، يعني ما أقدر أعطيك، أنا أحب ثمرها، بخيل. وإن لي لنخلا كثيرا ما فيها نخلة أعجب إلى ثمرة من ثمرها. فقال الرجل: يا رسول الله. فقال الرجل، رجل آخر موفق: يا رسول الله، إن أنا أخذت النخلة فصارت لي النخلة فأعطيتها، أي لهذا الفقير، أتعطيني بها ما أعطيته بها نخلة في الجنة؟ قال: نعم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم، أنت إذا أخذت هذه النخلة وأعطيتها للفقراء الله يعطيك نخلة في الجنة. ثم إن الرجل لقي صاحب النخلة، أي هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن الرجل لقي صاحب النخلة أي البخيل، ولكلاهما نخل، كلاهما عنده نخل، فقال له: أخبرك أن محمدًا صلى الله عليه وسلم قد أعطاني بنخلتي المائلة في دار فلان نخلة في الجنة. فقلت له: قد أعطيت ولكن يعجبني ثمرها، يعني ما أعطيت. فسكت عنه الرجل، فقال له: أتراك إذا بعتها تبيع تلك النخلة؟ قال: لا، إلا أن أعطى بها شيئا، يعني شيء كثير، إذا أعطيت ثمن كثير أعطي وإلا فلا. قال: وما مناك بها؟ كم تريد بتلك النخلة؟ قال: 40 نخلة، أريد 40 نخلة. فقال الرجل: لقد جئت بأمر عظيم، نخلتك تطلب بها 40 نخلة؟ ثم سكت وأنشأ في كلام آخر، ثم قال: أنا أعطيتك 40 نخلة. الله أكبر. فقال: أشهد لي إن كنت صادق، أشهد شهود أنك تعطيني 40 نخلة مقابل هذه النخلة. فأمر بالناس، فأمر بأناس فدعاهم، فقال: اشهدوا أني قد أعطيته من نخلي 40 نخلة بنخلته التي فرعها في دار فلان ابن فلان. ثم قال: ما تقول يا صاحب؟ فقال صاحب النخلة: قد رضيت. ثم قال بعد: ليس بيني وبينك بيع، لم تفترق. قال له: قد أقالك الله، إذا أنت ما تريد مرحب، ولست بأحمق أي ضعيف العقل حين أعطيتك 40 نخلة بنخلتك المائلة. فقال صاحب النخلة: قد رضيت على أن تعطيني 40 على ما أريد، يعني على الشرط الذي أنا أريد. قال: تعطينيها على ساق، كلها واقفة على ساق. ثم مكث ساعة، ثم قال: هل لك؟ هي لك على ساق. وأوقف له شهوداً وعد له 40 نخلة على ساق. فتفرقا، فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال: يا رسول الله، إن النخلة المائلة في دار فلان قد صارت لي، فهي لك. الله أكبر. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرجل صاحب الدار، أي إلى الفقير، فقال له: النخلة لك ولعيالك. الله أكبر. قال عكرمة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأنزل الله عز وجل: والليل إذا يغشى، إلى قوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، إلى آخر السورة. الله أكبر. الله أكبر. هكذا رواه ابن أبي حاتم رحمه الله، وهو حديث غريب جدا. فالإيمان بالله وبثواب الله والعمل الصالح هو الذي يفلح صاحبه. اللهم اجعلنا سعداء، وفقنا لما تحب وترضى، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. هكذا رواه ابن أبي حاتم رحمه الله، وهو حديث غريب جدا. قال ابن جرير رحمه الله، قال المعلق: ذكره السيوطي رحمه الله في الدر المنثور، اسمه كتاب. وقال: أخرج ابن أبي حاتم بسند ضعيف عن ابن عباس. على كل، الله يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال ابن جرير رحمه الله: وذكر أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حدثني هارون ابن إدريس الأصم، حدثنا عبد الرحمن ابن محمد المحاربي، حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كان أبو بكر رضي الله عنه يعتق على الإسلام بمكة، فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمنا، يدعوهن إلى الإسلام، فإن أسلمنا يعتقهن رضي الله عنه. فقال له أبوه: أي بني، أراك تعتق أناساً ضعفاء عجائز، فلو أنك تعتق رجالاً جلداء، أي أقوياء، يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك. فقال: أي أبتي، إنما أريد، أظنه قال: ما عند الله، ما أريد أن يدفع عني، أريد ما عند الله. الله أكبر. قال: فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية أنزلت فيه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، رضي الله عنه. اللهم وفقنا لذلك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى، قال مجاهد رحمه الله: أي إذا مات. وقال أبو صالح ومالك عن زيد بن أسلم رحمهم الله: إذا تردى في النار، ماله لا ينفعه. إن علينا للهدى، وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال قتادة رحمه الله: إن علينا للهدى، أي نبين الحلال والحرام. وقال غيره: من سلك طريق الهدى وصل إلى الله، وجعله كقوله تعالى:
وعلى الله قصد السبيل، حكاه ابن جرير رحمه الله. وقوله عز وجل: وإن لنا للآخرة والأولى، أي الجميع ملكنا وأنا المتصرف فيهما، الدنيا والآخرة ملك لله، كل شيء ملك لله عز وجل. وقوله: فأنذرتكم نارا تلظى، قال مجاهد: أي تتوهج. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سماك بن حرب، سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يخطب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. حتى لو أن رجلاً كان بالسوق لسمعه من مقام هذا، قال: حتى وقعت خميصة، يعني كساء كانت على عاتقه عند رجليه من كثرة ما يصيح ويقول: أنذركم النار. خاف على أمته وأنذرهم صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحذر النار ونتوب إلى الله ونعمل صالحا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، حدثني أبو إسحاق، سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يخطب ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه، في وسط القدم المكان المنخفض، جمرة، رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منها دماغه. اللهم أجرنا من النار، هذا أخف أهل النار عذاباً. نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. رواه البخاري رحمه الله. وقال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، أي القدر، ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباً وإنه لأهونهم عذاباً. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله: لا يصلاها إلا الأشقى، أي لا يدخلها دخولاً يحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى. ثم فسر فقال: الذي كذب، أي بقلبه، وتولى، أي عن العمل بجوارحه وأركانه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عبد ربه بن سعيد عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إلا شقي. قيل: ومن الشقي؟ قال: الذي لا يعمل بالطاعة ولا يترك لله معصية. نعوذ بالله من الشقاء. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يونس وسريج قال: حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى، من امتنع. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فعلينا أن نلزم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونحذر معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ورواه البخاري
عن محمد بن سنان عن فليح به رحمهم الله، عليكم السلام. وقوله وسيجنبها الأتقى أي وسيزحزح عن النار التقي النقي الأتقى. ثم فسره بقوله الذي يؤتي ماله يتزكى أي يصرف ماله في طاعة ربه ليزكي نفسه وماله وما وهبه الله من دين ودنيا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى أي ليس بذله حاله بذله ماله في مكافأة من أسدى إليه معروفا فهو يعطي في مقابلة ذلك، وإنما دفعه ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى أي طمعا في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في روضات الجنات. قال الله تعالى ولسوف يرضى أي ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات. اللهم وفقنا لذلك أن يعطي ماله للفقراء لا مقابل مكافأة ولكن ابتغاء مرضات الله وثواب الله جل جلاله. وقد ذكر غير واحد من المفسرين رحمهم الله أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين رحمهم الله على ذلك، ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها رضي الله عنه، فإن لفظها لفظ العموم، وهو قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ولكنه مقدم الأمة أبو بكر رضي الله عنه وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقاً تقياً كريماً جواداً بذالاً لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم، ولم يكن لأحد من الناس عنده منا يحتاج إلى أن يكافئه بها، ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل. ولهذا قال له عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف يوم الصلح الحديبية: أما والله لولا يد لك، أي لولا إحسان لك يا أبا بكر، لولا يد لك كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك. وكان الصديق رضي الله عنه قد أغلظ له في المقالة. فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل فكيف بمن عداهم؟ ولهذا قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي ما أحد أحسن إليه فيكافئ، ولكن يعطي ابتغاء وجه الله. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى رضي الله عنهم. وفي الصحيحين رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله، فرسين أو عبدين أو نحو ذلك في سبيل الله، من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة يا عبد الله هذا خير، أي هذا الباب خير. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله ما على من يدعى منها ضرورة، يعني الذي يدعى من جميع أبواب الجنة، فهل يدعى منها كلها أحد؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واغفر لنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله في المناهل الحسان صفحة 26 الفصل الرابع:
قال رحمه الله: واعلم أن التوبة إذا صحت بأن اجتمعت شروطها وانتفت موانعها قبلت، أي قبلها الله بلا شك إذا وقعت قبل نزول الموت، إذا تاب قبل الموت لو كانت عند عن أي ذنب كان وقبل طلوع الشمس من مغربها، إذا تاب قبل حضور الموت وقبل أن تطلع الشمس من مغربها في آخر الزمان، كما قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا طلعت الشمس من مغربها الناس كلهم يتوبون ولكن لا تقبل التوبة، فعلينا أن نعجل بالتوبة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتب علينا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فيجب أن نعجل بالتوبة، ما ندري متى يغلق باب التوبة. وأخرج الإمام أحمد والترمذي رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ روحه حلقومة. فإذا تاب العبد قبل أن يصل الروح الحلقوم يقبل الله التوبة، وأما إذا بلغت الروح الحلقوم فلا تقبل التوبة. فعلينا أن نعجل، ما ندري متى يأتي الموت. إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ روحه حلقومة، فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به المريض. والغرغرة أن يجعل المشروب في الفم ويردد إلى أصل الحلق ولا يبلغ، فهذه الحالة حالة حضور الموت. اللهم حسن خواتيمنا على الإيمان، واختم لنا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فهذه الحالة حالة حضور الموت، وبعد حضور الموت لا يقبل من العاصين توبة ولا من الكافرين الرجوع، كما قال تعالى عن فرعون: فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فلم يقبل منه. ومن المعوقات، أي التي تمنع عن الخير، ومن المعوقات الضارة التسويف بالتوبة، أن يقول أتوب 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 وهو لا يتوب. نعوذ بالله، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والتوبة أن تترك الذنب وتندم على ما مضى وتعزم عزما صادقا أن لا تعود وأن ترد حقوق الناس إلى الناس. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. ومن المعوقات الضارة التسويف بالتوبة، فمن أين يعلم الإنسان أنه يبقى إلى أن يتوب؟ فتارك المبادرة بالتوبة بين خطرين عظيمين، أحدهما أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي حتى تصير ريناً وطبعاً، وثانيهما أن يعاجله المرض فلا يجد مهلة للاشتغال بمحو ما وقع من الظلمة في القلب، فيأتي ربه بقلب غير سليم. ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعل قلوبنا سليمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ويجب على الإنسان أن لا يمتنع من التوبة
خشية الوقوع في ذنب مرة أخرى، فإن هذا ظن يدخله الشيطان في قلبه ليؤخر التوبة، ولربما يقول في نفسه: سأستمر في المعاصي أيام شبابي وصحتي ثم أتوب بعد ذلك. وهذا من تزيين الشيطان. أنت عندك خبر أنك تعيش إلى يوم كذا أو إلى شهر كذا، الموت يأتي وأنت غافل. اللهم ثبتنا على الإيمان وحسن خواتيمنا على الإيمان يا ذا الجلال والإكرام. كم شاب مات وكم شيخ بقي، فالموت بيد الله عز وجل، فلا يضحك عليك الشيطان يقول أنا شاب فإذا شبت كبرت أتوب. من قال لك أنك تكون شيبا؟ ولربما يقول في نفسه: سأستمر في المعاصي أيام شبابي وصحتي ثم أتوب بعد ذلك، وهكذا يسوف ويؤخر، وإذا بالموت أو المرض يفاجئه فلا يجد متسعاً للتوبة والرجوع إلى الله. نعوذ بالله من سوء الخاتمة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. ولذلك كان السلف الصالح رضي الله عنهم تكاد تنخلع قلوبهم في كل مرضة يمرضونها لاحتمال أن تكون تلك المرضى إخراجاً لهم من الدنيا قبل أن يتمكنوا من تدارك ما فات من الهفوات بالتوبة النصوح، وللاستكثار من الباقيات الصالحات. ومرض مرة بعض الصالحين فدخل عليه أصحابه يعودونه فقالوا له: كيف تجدك؟ قال: موقراً بالذنوب، أي مثقلاً بالذنوب. فقالوا: هل تشتهي شيئاً؟ قال: نعم، أن يمن علي ربي بالتوبة عن كل ما يكره قبل موتي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا يا أرحم الراحمين. وقد قال العلماء رحمه الله: ما مثال المسوف الذي يؤخر التوبة، ما مثال المسوف بالتوبة إلا مثال من احتاج إلى قلع شجرة، عنده شجرة وهو يريد أن يقلعها، إلا مثال من احتاج إلى قلع شجرة فرآها قوية لا تنقلع إلا بمشقة شديدة، فقال: أؤخرها سنة ثم أعود إليها، وهو يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازدادت قوة لرسوخها، وكلما طال عمره ازداد ضعفه، فلا حماقة أي ضعف في العقل في الدنيا أعظم من حماقته إذ عجز مع قوة عن مقاومة ضعيف، فأخذ ينتظر الغلبة عليه إذا ضعف هو في نفسه وقوي الضعيف. قال ابن القيم رحمه الله: إذا أراد الله بعبده خيراً فتح له أبواب التوبة والندم والانكسار، أي التذلل والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجأ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته، حتى يقول عدو الله أي شيطان: يا ليتني تركته ولم أوقعه. وهذا معنى قول بعض السلف رحمه الله: إن العبد لا يعمل الذنب يدخل به الجنة، ويعمل الحسنة يدخل بها النار. قالوا: كيف؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه خائفاً منه، مشفقاً، وجلاً، باكياً، نادماً، مستحياً من ربه تعالى، ناكس الرأس بين يديه، منكسر القلب له، فيكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب سبب لدخول الجنة، يعني أن يخاف ويتوب إلى الله ويندم ويفعل الحسنة
فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه شيئا ويعجب بها ويستطيل بها ويقول فعلت وفعلت، فيورثه من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه. إذا عمل حسنة وتكبر على الناس فيكون سببا لهلاكه. فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره، يعني يجعله يتواضع، ابتلاه بأمر يكسره به ويذل به عنقه ويصغر به نفسه عنده. وإذا أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخذلان الموجب لهلاك الموجب لهلاكه. فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق هو أن لا يكلك الله تعالى إلى نفسك، والذل أن يكلك الله إلى نفسك. اللهم لا تسلط علينا الشيطان يا رب العالمين، واغفر لنا وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام. صفحة 30 موعظة. فيا أيها المهملون الغافلون تيقظوا، أي تنبهوا، فإليكم يوجه الخطاب. ويا أيها النائمون انتهوا قبل أن تناخ الرحيل، قبل أن تناخ للرحيل الركاب، قبل هجوم هادم اللذات ومفرق الجماعات ومذل الرقاب ومشتت الأحباب. فيا له من زائر لا يعوقه عائق ولا يضرب دونه حجاب، ويا له من نازل لا يستأذن على الملوك ولا يلج من الأبوال، ولا يرحم صغيرا ولا يوقر كبيرا ولا يخاف عظيما ولا يهاب. ألا وإن بعده ما هو أعظم منه من السؤال والجواب، ووراءه هول البعث والحشر وأحواله الصعاب من طول المقام والازدحام في الأجسام والميزان والصراط والحساب. اللهم أيقظنا من نوم الغفلة، ونبهنا لاغتنام أوقات المهلة، ووفقنا لمصالحنا، وأعصمنا من قبائحنا وذنوبنا، ولا تؤاخذنا بمن طوت عليه ضمائرنا وأكنته سرائرنا، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.